شو بك سعيد شو جنيت؟ لك بلكي بنخلص اليوم بقى. الهضوج ما رح نخلص اليوم. احتمال شو عرفك ما نخلص؟ شوفي شو اللي صار؟ وقفوا وقفوا. شوفي سيارة سيارة وقفت على الطريق ونزلوا من عالم. يا لطيف سعيد خلينا نشد. وشو عرفكم انه العالم جاي لهون؟ لك اخي خلينا نشد، المهم اذا اجوا لهون ما يلاقونا هون. شرفوا كل مرة بصير معنا هالشغلة بس توصل لقمة للتم منتخوزها. لك روح ولا لا تخلوا شي. يلا يلا شباب يلا روح. هون سيدي كانوا عم يحفروا. كم واحد كانوا؟ انا ما شفتهم سيدي، في عالم قالوا لي من ساعتين شافوهم نازلين ومعن عدة حفر ناح قصر دورة. وين قصر دورة؟ هون سيدي اهل المنطقة بيسموها هيك. مشطولة المنطقة تمشيط. سيدي في قميص هون. شوف لي في شي وثائق بجيبته. سيدي في ورقة بالقميص. هاتها لشوف هاتها. شرف سيدي. أنا إس في البوفيه إس سهيل. مين سهيل؟ لك هذا موظف عنا بالدايرة. وشو جاب الورقة على جيبتك؟ كان منزق لي اياها على الباب، شقيتها وحطيتها بجيبتي. لك إيه حدا بينصق قميصه يا رجل؟ إيه أنت لخمتنا. قوموا 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 لا تعب، قوموا أنت لخمتنا. بس شباب هلا بكشفونا انزلوا تعال. ابني بتضلك هون، هلا بس اجوا بقية العناصر، أي واحد بتشتبهوا فيه تاخذوا هويته. حاضر سيدي. أنا بس وصل المفرزة ببعث لكم سيارة. حاضر سيدي. شباب خلونا نمشي. لك شو نمشي ما نمشي؟ ما لك شايفه مصنبع مثل تيك المزبلة؟ لك من سلحة بسلحة بيعلسي، لأنه إذا بقينا هون للصبح رح ننكمش. ها والموتور؟ لك اخي اتركه للميتور، انا بشتري لك بداله. ديبك انا ديبك انا. لك انا مو مشان بداله، بس اذا ضل الموتور هون بيكبشونا من النمره. نسحبه سحب. ليكو شباب انا ظهري عم يوجعني، ماني قدران اشحط حدا. لك انت سميع مو نفعان لا للخل ولا للخردل، بشحطهم وياك سرور. انت بتكمشوا من قدام وانا بدفشوا من ورا، ومنكرشوا تكريج للطريق العام، وعلى الطريق العام تقدحوا مناويل ولصاشه، ويا دار ما دخلك شر. لك انا طريق اي واحد رح يكمشوا على الطريق رح يشتبوا فيه، خاصة اذا كان بالبروتيل وقميصه معه هون. بدنا نسحبه 2 كيلو متر لحتى نحسن ندقه ونمشي فيه. شو عليه؟ بنسحبه اخي بنسحبه. يلا شباب يلا بسم الله. خد فانوس معه. انا قلت لك ظهري عم يشعني. اعمل الفانوس ولا لا تصير تنبل، لازم نتساعد نحن. يلا اصحاب البيتور سابقك. لك وين سحبني؟ يلا يلا جاي ان شاء الله. ايه تعال هون. وين قميصك؟ وين شالحه؟ خليها لربك. احكي لي شو صاير؟ الامن. شو بون الامن؟ ساولنا رز وكبسه. احكي لي وين قميصك؟ بالامن. شو عم يعمل بالامن؟ لما كبسونا الامن ما لحقت البس انا. هذا اللي كنت خايفة منه، إلا ما تعلقوا بيوم من الأيام. خلص التوبة، آخر مرة رح أشتغل فيها هالشغلة، إن شاء الله بتشحدوا، أنتِ وولادك ما عاد تشتغل، الخوف اللي خفته اليوم هد حيلي، أنا عم بشتغل مشانك يا بنت الأمريكية، مشانك ومشان تتبهدك أنتِ وولادك، أنا ما عاد أشتغل، الأمن. في كم سؤال بدي اسألك اياهم. لا تخاف لا تخاف. لك لا تخاف. بدي روح عطواني. بدك تروح عطواني؟ روح. يا
هم مو توالي، هم غرفة النوم. وين رايح؟ بدي أذكر الباب. ذكرته. نزلت البرتاني. ضبطته. برافو عليك. هم توالي. يلا روح أشوف، ورجيني حالك. بسرعة. شو صار معك؟ ما صار فيه. لك بسرعة. لك خلصني. طيب يلا خلصني بسرعة. يلا. مشي الحال. الحمد لله. تعود جنبي، تعود جنبي. ما 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 في. يعني غسل إيدي بالأول. غسل. تسمح لي كمان غسل وشي. تفضل غسل وشك. في مجال اشرب طنس الرامي. تفضل شباب. ان شاء الله كفي لانه الرامي كبيره، ان شاء الله الطنس كفي. على مهلك، على مهلك، على مهلك، على مهلك، على مهلك، على مهلك. ايوه تعال عندي، تعال عندي، تعال جنبي. في كم سؤال حابين نسألك اياهم. اسأل. انا بأمرك. يعني نحن حابين نتعرف عليك عن قرب. انا راسي بس ممكن اعرف من حضرتك. ما عرفتني على حضرتك يعني. ليش لهلا ما عرفتني؟ لازم تعرفني بدون ما اعرفك على حالي. يعني حضرتك من ايه نعم. ليش انا هذا بالمؤاخذة يعني في حوالي شي نقطة؟ لا ما في حواليك شي نقطة، بس يعني نحن حابين نتعرف عليك هيك، حابين نتعرف عليك عن قرب. لو بس لو ما لو ما كان في نقطة جنب اسمي ما كنتوا جيتوا مشان تسألوا عني. ما تخاف، ما في ولا نقطة. لو في نقطة ما جيت وسألتك. صح مضمون، معك حق مضمون. لو كان في حوالي نقطة ما كنتوا جيتوا. بصدقك أنا بأمرك أنا مستأنس. سهيل اذا شافنا صاحب المحل بيقلعنا خلينا عم نشتغل. هلا وقتي بدك تتبعني. تعال شوف. تعال شايف هذا اللي قاعد هيك وعم يغقف ومفقش بايدي؟ انا من اول هذا اللي قاعد هيك، هذا خبزني سودا وحمرا مزركشة مثل تبع الخير، شايف اللي عم يعمل هيك بايده؟ ايه عرفته. شو هذا هو اللي عينه اللي اجى لعندي على البيت وحقق معي. ودي معناتها لك سهيل شغلتك مو عادية. الظاهر عم بيراقبني، بس انا مو مساوي شيء يا سعيد. يعني انا يعني انا مواطن كثير صالح، انا لا اسمع لا ارى لا اتكلم يا سعيد. لك مو ضروري الواحد يكون مساوي شيء لحتى يعني بجوز شيء مواطن عامل شغله ولا ثقه فيك. شلون يعني؟ ما فهمت عليك. يعني لا تزعل مني، احتمال تكون شغلتك جنائيه لك سهيل. جنائيه؟ بس انا يا سعيد ماني مساوي شيء، يعني لاني قاتل لاني سارق لاني ناهب. انا ليش؟ اسمع لقلك خليك معي. لما اجي احقق معك اسالك عن قميص ما قميص. سعيد انت مخبي عني شي؟ احكي لي. لا مخبي عنك شي. انا كمان الله. خلص شد حيلك، لا تكلم. اسكت. لا خلص اذا وعد ما راح اتخلى عنك، لانه انت مالك ذنب. انا راح اروح ضحي بنفسي من اجلك. لا تكلم. ما فهمت عليك. تعرف شلون اخي عم بحكي بشكل عام؟ ما في شي.